فيسرني إبلاغ السيد الرئيس بأن بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة على مغادرة طرابلس في ظرف من الأيام سنة 2014 قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس، حيث تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي بحاجة إلى دعمها في مجال التقني والتعاون. ناقشت مع السيد غسان تفاصيل خارطة الطريق المقترحة، نتائج الاجتماع الأخير في باريس والاجتماعات الأخرى مع الأطراف السياسية المختلفة. تم التأكيد على أن الاتفاق السياسي أساس أي حوار، ودعوة جميع الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي أن تقوم باستحقاقاتها، ونطلب في هذا الإطار من السيد غسان سلامة التواصل مع جميع الأطراف في هذا الإطار.